من ولاية برج بارانيش، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية برج بارانيش، السيد رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن حماد، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى الوعي ياسين، المدير العام للكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى الأمين فادي، عضو الكونفدرالية حكيم، السيد عمار برهمية، السيد مرسلي عبد الرحمن، وكل من حضر معنا. ألعاب القوى لولاية برج بارانيش تنظم الطبعة 32 وطنيا والأولى دوليا سباق المقراني، هذا المجاهد الكبير الذي شرف ولاية برج بارانيش وشرف الجزائر جميعا. البراعم الأولى، البراعم الذين عربية وإفريقية شقيقة على غرار فلسطين، فلسطين، تونس، مصر، كينيا، إثيوبيا وفرنسا، بالإضافة إلى النخبة الوطنية الجزائرية بكامل تعدادها. إذن سيدتي ونسي سادتي، إخواني الرياضيين، أخواتي الرياضيات، التجمع الرياضي هذا أو اللقاء الرياضي المتمثل في المهرجان الوطني للعدو الريفي أو اختراق الضاحية راح تخرج منه النخبة الوطنية اللي تمثلنا في البطولة العربية بدولة مصر الشقيقة. مهرجان اليوم يضم حوالي 1319 العداء، بالإضافة إلى أكثر من 400 عداء وعداءة من مدارس ولاية برج بارانيش. إذن المضمار هذا راح يتنافس فيه أكثر من 1700 عداء يمثلون 140 نادي رياضي و33 ولاية، دون أن ننسى أن ضيوفنا يتمثلوا في 14 رياضي عالمي ودولي كما قلت، من كينيا، إثيوبيا، مصر، تونس وفلسطين وفرنسا كذلك. تحية طيبة للجمهور القوي، الجمهور العريض، الجمهور المتعطش للكومبيتيسيون ان شاء الله تكون مسابقة باهية ونحاولوا نركزوا الماكسيموم ان شاء الله. نعم ما قدمتش روحك. انا مجدي بن عبد الله، عمري 22 سنة، اختصاص عندي 500 متر و 800 متر. مرمي ديبر 22 سنة، اختصاص 5000 متر 1500 متر. جينا هنا باش نعمل جري ان شاء الله باهية كروس باش نجربوها، اول مرة باش نجري جري انترناسيونال كروس ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله منين انتم؟ منين؟ تونس. تونس العاصمة، الله يبارك. مرحبا بكم في الجزائر. Donc bonjour, là je suis sur, je suis en Algérie pour le cross de Borj Bouareridge. Donc je cours pour la France. Donc ça, c'est un cross où il y a un niveau
assez élevé, beaucoup de Kenyans, Éthiopiens, d'Algériens aussi qui ont un très très bon niveau. Donc c'est un plaisir pour moi de répondre présent. Et qu'est-ce que vous pensez de votre venue ici en Algérie ? Déjà ça me fait du bien parce que le climat qu'on a, le parcours apparemment il est magnifique, bien tracé. Qu'est-ce que je pense ? Bon, on va voir avec de se frotter au niveau aussi algérien parce que faut pas oublier que le niveau algérien en athlétisme est très très haut. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire et on va essayer de bien courir ce cross aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner une vue sur le chêne qui a été qui a fait son ouverture hier? J'ai suivi ça de l'aéroport. Franchement, j'étais étonné du nombre d'athlètes de qualité qui sont venus, de l'accueil chaleureux qui a été fait aux athlètes. On a été très très bien reçus dans l'hôtel, un hôtel qui a toutes les infrastructures, que ce soit la piscine ou la salle de musculation, donc on a pu bien quand même s'échauffer. Bien reçu avec un petit déjeuner de qualité. On va pas se mentir, Monsieur Laïd Bessou quand même qui organise très très bien ça, est un bon coordinateur. Et dès que j'ai reçu l'invitation de venir courir ici en Algérie le cross, j'ai tout de suite dit oui. Donc voilà, c'est avec plaisir que je suis présent aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur. C'est avec plaisir. Merci. من حركة رياضية وشبانية ضيوف ولاية برج بوعلريج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن النجاح الباهر الذي حققته الجزائر خلال تنظيم المحافل الدولية كألعاب البحر الأبيض المتوسط وكذلك النجاح العالمي الذي حققناه يوم أمس في الافتتاح الرسمي لكأس إفريقيا أو لكأس أمم إفريقيا للمحليين جعل ولاية برج بوعريريج تواصل التألق والمسار عن طريق تنظيم المهرجان الدولي لرياضة ألعاب القوى في اختصاص العدو الريفي، وذلك برعاية السيد والي ولاية برج بوعريريج وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومن تنظيم الرابطة الولائية لألعاب القوى. هذا المهرجان الذي يعتبر دوليا في طبعته الأولى لأول مرة سنة 2023 والذي يعطي النفس لولاية برج بوعريريج لتنظيم مختلف المنافسات الدولية في هذه الولاية الرياضية. كذلك فهذا المهرجان الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أرحب بضيوفنا الكرام الذين يمثلون مختلف الهيئات الدولية والهيئات الوطنية في هذا التخصص ألا وهو تخصص العدو الريفي، وكذلك أشكر المنظمين الذين بادروا بهذه المبادرة وخاصة الرابطة الولائية لألعاب القوى، كذلك أشكر السيد رئيس الفيدرالية الوطني لألعاب القوى وكذلك السيد رئيس اللجنة الأولمبية والأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى على هذه المفاضلة التي فضلونا بها من خلال اختيارهم لولايتنا لاحتضان هذه المنافسة الرياضية، والتي أتمنى أن تصبح دورية وأن تتألق من سنة إلى أخرى. من جانبنا كسلطات عمومية سوف نرافق هكذا تظاهرات رياضية، وأنتم تعلمون أن الرياضة أصبحت قطاع سيادي ينافس القطاعات السيادية الأخرى ولن يصبح نشاط رياضي فقط. وعلى هذا الأساس فأتمنى أن تحتل ولاية برج بوعريريج يعني الرياضة على المستوى الوطني في عدة رياضات وعلى رأسها هذه الرياضة العريقة في هذه الولاية. أشكر المنظمين وأعلن باسم كل الحضور على افتتاح هذه التظاهرة المهرجان الوطني في طبعته 32 ولأول مرة بطابعه الدولي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظن ان هذا سيتي سويت لوجيك يعني باش ولايه برج بوعريريج تنظم تظاهره كهذه،
كنظن انها عندها امكانيات باش تنظم تظاهره اكبر من هذه، يعني بكل مشاهده كل الناس، يعني حتى العام الافريقيه، يعني قليل من تلقى يعني منظر كهذا، يعني رانا فيه نشوفوا به، ماهوش من ماكاش يعني دول كثيره اللي تملك يعني امكانيات كما هذه. نظن لازم واجب علينا ك يعني كلجنه اولمبيه ولا كاتحاديه او كرياضيين سابقين انه احنا اللي نروجوا لهذه الاماكن، خاصه كي تلقى المساعده من طرف السلطات الولائيه وعلى راسهم سيد الوالي. نظن انه انا بالنسبه لي يعني رايحه سيتو شويه لوجيك، ونتمنى ان شاء الله ان ولايه برج بوعريريج يعني تنظم امور تظاهرات يعني اكبر من هذه، وهذه ما راهيش يعني كما نقولوا جات با لي فلور ولا، يعني هذا الشيء يرجع كما نقولوا من حقها، لانه تملك كل الامكانيات، هي منطقه يعني معروفه منطقه ثوريه منطقه رياضيه بامتياز، عده رياضيين يعني خرجوا من ولايه برج بوعريريج. نظن انه هذا وقتها يعني وين تحتضن من اكبر تظاهرات لولايه برج بوعريريج. الجزائر تحتضن الشان وكنت حاضر في حفل الافتتاح، ربما كلمة كذلك ورسالة من أبناء الجزائر أمام التحديات المستقبلية. يعني كنت يعني حاضر في يعني في تدشين أول أمس يعني مع بحضور رئيس الجمهورية وكل يعني رئيس الفيفا ورئيس الكونفدرالية الإفريقية، يعني وكانوا يعني شاهدوا يعني كل الانفراستركتور يعني اللي قامت بها الجزائر في الاونه الاخيره، وهم حقيقه جد منبهرين. نظن انه كذلك البارح في حفل الافتتاح كان يعني حفل جد ممتاز، وحتى يعني بشهاده كل الاجانب اللي كانوا، لانه ما يخفلكش انه كانوا عده سفراء عده وزراء للرياضه لعده دول المجاوره، والحمد لله ان شاء الله احنا اللي نتمناه انه الجزائر تقعد تنظم يعني عده منافسات، ماشي غير في الجزائر العاصمة، يعني نتمنى في كل ولايات الوطن، وبالتوفيق وبالازدهار ان شاء الله للرياضة الجزائرية. بارك الله فيك سامر احمد. Yeah.